تقييمك ايه للقواعد غير المهنيه اللي بتستخدمها البي بي سي في تناولها للاحداث في مصر يا استاذ؟ هقول لحضرتك انه مش بس احنا اللي بننتقد البي بي سي، البريطانيين نفسهم بينتقدوا البي بي سي، مجلس العموم البريطاني نفسه انتقد البي بي سي لانه فوجئ بانه في كثير من الاخبار المضلله والاكاذيب التي نشرت عليه، وتتحجج البي بي سي بانها حره وانها لا تتبع احدا يعني في بريطانيا وانها تمارس عملها بمهنيه، ولكن هم اكتشفوا وراحوا بالفعل واشتكوا، وهناك شكاوي كثيره من البي بي سي عن الاخبار المضلله وعن الاخبار الكاذبه وعن تغطياتها غير المحايده وغير النزيهه، وان هي كثير عندها كثير من الاخطاء مش بس متعلقه بمصر ولكن بدول كثيره. يعني هقول لحضرتك مثلا ايه اللي يخلي البي بي سي تعمل بي بي سي اوكرانيا مثلا، الا اذا كان في توجه سياسي معين محتم عليها ان يبقى ليها توجه، زي مثلا ما بنشوف كده اهتمام خاص زي ما بنشوف كده مثلا الجزيره ومباشر مصر وكذا. طب اقول لحضرتك حاجه، هو ليه كل البرامج اللي متعلقه بالشان المصري، يعني الدوله الوحيده اللي ليها برنامج باسمها بتوقيت مصر موجود على البي بي سي وموجود على العربي الجديد اللي هي بيديرها عزمي بشاره واللي هي تابعه لدوله قطر بتوقيت مصر؟ هم عايزين توقيت مصر ايه؟ توقيت مصر في لندن بتوقيت لندن يعني، ولا بتوقيت الدوحه؟ ما دي مساله برضو غريبه ومحدش بيسال ليه. يعني مش ليه ما فيش بتوقيت الجزائر، بتوقيت لبنان، بتوقيت سوريا، وهي قضايا ملحه جدا طبعاً. ولكن هي مصر، توقيت مصر. وبالعكس وبالعكس يعني الاوضاع هناك، يعني في سوريا مثلا الاوضاع هناك بالتاكيد اكثر يعني التهابا وحده مما هي في مصر. هل يعني اولى كل يوم في مصر الآن. احداث يعني تواكب فكره ان انت تعمل لي برنامج خاص يناقش اوضاعي يوميا، دي مساله غريبه جدا. الا اذا كان بقى في توجه سياسي، في توجه انه يبقى في كل يوم ناس بتتكلم ضد مصر.